شرفتني أبونا، وعلى أمنيات كبيرة في لقاءات أخرى. أنا مبسوط لأن الاجتماع مليان مواهب، يعني مواهب تمثيلية وكورالية، ربنا يعوضكم. حلني يا أبي. بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هو الموضوع عنوانه كده، لماذا يا رب تختفي في أزمنة الضيق؟ والحقيقة الآية دي قالها المرنم في المزمور، بيقول ربنا لماذا تختفي في أزمنة الضيق، يعني في الوقت اللي الواحد فيه مضغوط متضايق حاسس انه محتاج بيمر بظروف صعبة. الحقيقة هو ساعات بيشعر انه ربنا مش موجود، او موجود بس مشغول عنه، او مختفي لسبب او لاخر. فالمرنم في المزمور بيسأل السؤال ده. طبعا الله لا يختفي، وخصوصا في أزمنة الضيق، لكن دي حالة بنمر بيها كلنا في وقت ضعفنا. إنسان هو ضعيف، هو موجوع، وهو بيمر بمشاكل، وهو بيسأل نفسه سؤال، ليه في ناس ظروفها كده وإحنا لأ؟ ممكن يجيله الإحساس ده، وممكن يتحارب الحرب دي. بصوا أحبائي، إحنا عندنا الصلاة اللي بتتقال آخر كل ساعة، الصلاة اللي بنقولها في الأجبية، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة. وبعدين بنقول المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن. يعني ربنا جزيل التحنن؟ يعني ربنا مش بس حنين، ومش بس بيهتم بولاده، يجزل الحنان. يجزل الحنان بالعربي يعني ايه؟ يعني حنانه كتير قوي. يعني ربنا بيهتم بولاده، وأب حنين وبيهتم بينا وجزيل التحنن. الحقيقة هذا التعبير لما نقارنه لماذا يا رب تختفي في أزمنة الضيق، الواحد يقول انتوا حيرتونا. هو ربنا ده جزيل التحنن يعني حنين وبياخد باله من ولاده، ولا بيختفي في أزمنة الضيق؟ هو الوضع ايه بالظبط؟ هل ربنا فعلا جزيل التحنن واحنا مش واخدين بالنا، ولا هو فعلا بيختفي في أزمنة الضيق؟ هقول لكم، واحنا اطفال صغيرين في مدارس الاحد ما كناش بنناقش حنان ربنا ورعايته وعنايته، بالعكس كنا بناخد في مدارس الاحد رعاية الله بالانسان من خلال قصة رعاية ربنا بآدم وحواء، فاكرين واحنا صغيرين، ورعاية ربنا بنوح ايام الطوفان، ورعاية ربنا بموسى وشعب اسرائيل. كان في منهج كده بنشرح فيه قصص العهد القديم اللي بنركز فيها على رعاية وعناية ايه؟ ربنا. صدقوني حتى الايات اللي فيها رعاية وعناية ربنا غالبيتنا حفظناها من واحنا صغيرين. يعني تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا ايه؟ اريحكم. من يمسكم يمس حدقة عينه، اللي هيقرب منكم كأنه بيغلط ويحط صباعه فين؟ في عينه. خلوا معايا، واحد حط صباعه في عينه احساسه ايه؟ متضايق ومتنكد وبيدمع ومش شايف. فربنا بيقول لنا كده ما تخافوش، لان اللي هيقرب منكم كأنه حط صباعه فين؟ في عينه. كل الايات اللي فيها عناية ورعاية ربنا كنا عارفينها ومؤمنين بيها ومتأكدين بيها. والحقيقة كنا بنطلق على ربنا بابا يسوع من واحنا صغيرين، وانه ده ابونا السماوي، وقال متى صليتم فقولوا ايه؟ ابانا الذي. فمن واحنا صغيرين عارفين ومتأكدين ان المسيح جزيل التحنن. لما بنكبر ومخنا بيكبر وادراكنا بيكبر، بنبتدي نشوف احداث حوالينا مش مفهومة. هو يعني ايه ناس ظروفها المادية صعبة لدرجة مش قادرين يصرفوا على اولادهم في المدارس؟ هو يعني ايه ناس يناموا من غير ما ياكلوا وهم جعانين؟
هو يعني ناس يبقوا تعبانين وعندهم مرض وما يعرفوش يتعالجوا لان العلاج غالي؟ هو يعني ايه طفل صغير يجيله مرض صعب والمرض ده يدمر مستقبله او مع الوقت يقضي على حياته؟ مش مفهوم ازاي تحصل الاحداث دي وليه تحصل الاحداث دي. وهل ربنا واخد باله؟ بالتأكيد. طب ولما هو واخد باله مش بيتدخل ليه؟ مش هو جزيل التحنن؟ مش هو ابونا السماوي اللي قال ان نسيت الام راضعها ابدا انا لا انساكم؟ مش هو اللي قال كده؟ مش هو اللي قال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم؟ امال الوضع ايه بالظبط؟ واكلمكم بصراحه، لغايه ما الاحداث دي تبقى بعيد عننا ممكن نعديها. يعني لغايه ما الظروف الماديه الصعبه تبقى مش عندي او عندكم ممكن نعمل مش واخدين بالنا. اللي انتقل ده مش حد من قرايبي او يمسني ممكن مركز، او ممكن ابرر واقول اصل الكتاب يقول كل الاشياء تعمل معنى للخير للذين يحبون الله. اكيد ربنا في هدف وخلاص، اكيد دي هدف. لكن المشكله والالم والزعل يزيد لو المشاكل دي قربت مننا، لو اللي مش عارف يصرف انا، لو اللي مش عارف ياكل او ياكل ولاده انا، لو اللي مش عارف يعالج حد من قرايبه انا. ساعتها الوجع هيبقى صعب، وساعتها النظره لربنا تختلف، ويفضل الشيطان في الوقت الصعب ده يلعب في دماغنا بافكار غريبه قوي، منها انه ربنا موجود وليه ناسه بيدلعهم ويبسطهم ويديهم خير وبقيه الناس التانيه مش معبره. وطبعا دي فكره صعبه لانها بتخبط في صلاح الله، وكانه الله ليه ناس مش كده؟ يعني عنده ناس يحبهم وناس تانيين ايه؟ يرفضهم. او لو اتثابت الافكار دي ممكن نوصل للاحساس بتاع المرنم اللي قاله في المزمور: الى متى يا رب تختفي في ازمنه الضيق؟ لماذا تقف بعيدا؟ ولو استمر الاحساس ده والافكار دي سبناها ممكن مع الوقت نسمع بعض كلام الناس الملحدين اللي انكروا وجود ربنا واللي قالوا الظاهر الدنيا دي ايه؟ ملهاش ضابط، مفيش حد بيسيطر عليها ولا حد بيضبطها، الدنيا شغاله لوحدها، مفيش حد خلق الدنيا والى اخره. عشان كده انا جاي اتكلم معاكم النهارده عن الموضوع ده، لان الموضوع ده سبب في زعل ناس كتير من ربنا. واعرفوا ان انا مش جاي ادافع عن ربنا، ربنا يقدر يدافع عن نفسه كويس. انا جاي النهارده علشان انا وانتوا نحمي نفسنا من الافكار الصعبه دي، لان اصعب شيء ان الواحد يجي في وقت الضغط او وقت المشاكل ويشعر انه ربنا ايه؟ مش معاه، وانه بدل ما يقرب من ربنا ويجري على ربنا يجري من ربنا ويبعد ويزعل عن ربنا. خليني اضع معاكم مجموعه من المبادئ علشان واحنا بنتعامل مع الموضوع ده. اولا، اوعى حد فيكم يتخيل ان انا جاي عشان اقول لكم ما هي احكام الله لهذه الاحداث. انا معرفش احكام الله، لانه الكتاب قال كده: كما علت السماء عن الارض علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن ايه؟ افكاركم. ربنا بيقول لنا كده: انا ليا نظره مختلفه. انا فاكر زمان في الكليه لما كنا بندرس كان يقول لك في حاجه اسمها عين النسر وفي حاجه اسمها عين النمله. ايه عين النسر دي؟ قال لك النسر اللي فوق ده، الطائر ده اللي بيحلق في السماء، لما يبص على الجبال يشعر كانها طوب صغير زلط في الارض، بينما النمل وهو ماشي يشوف الزلط الصغير على انه ايه؟ جبل. فاهمين الفرق؟ يبقى اذا النسر ليه نظره مختلفه تماما عن مين؟ عن النمل. والحقيقه ربنا كده. اديكم مثل في ناس لما يمرضوا الكنيسه تصلي لاجلهم والله يفعل معاهم اعمال معجزيه فيخفوا بطريقه معجزيه لدرجه الدكاتره سواء كانوا مسيحيين او غير مسيحيين يقولوا اللي حصل ده مش طبيعي. وفي ناس الكنيسه بتصلي لهم
وجماعة المؤمنين بيصلوا لهم، ومع ذلك مع الوقت يحصل ايه؟ ينتقلوا. ويبقى ساعات الواحد مش فاهم هو امتى لما بنصلي الناس تخف، وامتى لما نصلي الناس ايه؟ ما تخفش وتموت. الحقيقة ده يفكرني بقصة في العهد القديم، وهي قصة حزقية الملك. فاكرينها حضراتكم؟ حزقية الملك ده كان ملك مملكة يهوذا، وكان ملك صالح، هدم عبادة الأوثان وشجع شعب ربنا انه يرجع يعيش مع مين؟ مع ربنا. فكان ملك صالح في الوقت اللي نظر فيه انه يبقى فيه ملك كويس. ربنا بعت له النبي يقول له انك هتموت. وطبعا الموضوع ده كان صعب، لان الموت في العهد القديم كان شيء صعب، وحتى في العهد الجديد، لكن العهد الجديد عندنا رجاء في السماء. في العهد القديم ما كانش ايه؟ فيه الرجاء ده. فحزقية بكى بكاء مر، وقعد يتكلم مع ربنا وتخانق معاه، وقال له رب طب انا عملت ايه وحش؟ اولا انا لسه بصحتي ولسه صغير، وانا بحاول اخلي الشعب يقرب منك، طب انت قررت ان انا اموت ليه؟ والاول واخر مره في الكتاب المقدس الله يقرر انه يطيل عمر بني ادم كان مين؟ حزقية. بعت له النبي اللي بيقول له انه ربنا قرر يطول عمرك كم سنة؟ 15 سنة. وربنا اداله علامة عشان ما يحسش ان الكلام ايه؟ اهو كلام. العلامة كانت واضحة انه لما بيمشي حزقية الملك والشمس وراه، مفروض الضلة يبقى ايه؟ قدامه. لا، الضلة بقت ايه؟ وراه. وكأنه ربنا رجعه بالزمن يعني. وكان ال 15 سنة بتوع حزقية اسوأ 15 سنة في حياة حزقية. عمل أخطاء كتيرة وضعف، وجاب سفراء بابل وفرجهم على الهيكل والذهب اللي فيه، فطمع ملك بابل في مين؟ في الهيكل ومملكة يهوذا، وكان ده من ضمن أسباب سبي المملكة الجنوبية. وكأنه الرسالة بتقول مكان ربنا يا حزقية مخطط إيه؟ أحسن. كان هياخدك في وقت أفضل تبقى مستعد فيه للسماء والأبدية. يا أحبائي، نظرة الله للأحداث مختلفة عن نظرتنا، لأنه كما علت السماء عن الأرض علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن إيه؟ أفكاركم. فأول شيء سيب ربنا يختار القرار، اعمل اللي عليك بس سيب ربنا يختار القرار. حاجة تانية أحبائي، الله ما تحكش علينا. واحد يقول لي يعني ايه؟ اعيدها تاني. الله ما تحكش علينا. الله قال لنا في العالم سيكون لكم ايه؟ ضيق. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. الله وانا وانتوا جايين للعالم بيقول لنا كده، في العالم سيكون لكم ضيق. صحيح هو كمل وقال لكن ثقوا انا ايه؟ قد غلبت العالم. ما تقلقوش طول ما انتوا معايا، ما تقلقوش. لكن اعرفوا ان انتوا مش جايين فين؟ في دنيا وردية. الله كان واضح لما قال لنا العالم هيبقى فيه ضيق. بعض الناس ساعات تسأل سؤال تقول ايه؟ هو مش ربنا ده ابونا وبيهتم بينا؟ طب يجيبنا ليه في دنيا فيها ضيق؟ مفروض ربنا لما يحب يجيبنا يجيبنا في دنيا ما فيهاش ضيق. لكن ليه ربنا يجيبنا في الدنيا اللي بنتبهدل فيها؟ المفاجأة انه ربنا ما جابناش في الدنيا دي. واحد يقول لي يعني ايه يا ابونا؟ بصك بتقول ايه؟ امال احنا جينا فين يعني؟ لا، الله لما جاب الانسان وبالنيابه عنهم ادم وحواء جابهم فين؟ جابهم في الجنه. دي خطه ربنا لادم وحواء ولاولاد ادم وحواء. لكن الجنه امتى باظت وبقت العالم؟ عندما دخلت الخطيه الى الجنه، تحولت الجنه الى ايه؟ العالم الذي وضع في الشرير. نحن نعاني من فساد طبيعة البشر، والبشر دول مش الناس الوحشة، لا، كلنا كلنا عندنا مشكلة. لما آدم وحواء كلوا من الشجرة وبقى الإنسان عارف الخير والشر، دخل الشر إلى العالم، وكأنه فيروس دخل جوه جهاز الكمبيوتر. بيعمل إيه في جهاز الكمبيوتر؟ بيبهدله، مش كده؟ يدخلوا معايا، اب ادى لابنه جهاز كمبيوتر متطور وقال له يا ابني خلي بالك في فيروس بيعمل كذا، واداله ازاي يحمي نفسه.
فالواد شقي ما بيسمعش الكلام، راح مدخل الايه برامج بهدلة الجهاز. مين اللي يلام؟ الحقيقة الولد، الولد. فنحن نحيا في عالم مليان بالشر والخطية، وكلنا فينا دور. طبعا بعض الناس ساعات يقولوا ايه، ابونا انت مقتنع باللي بتقوله؟ يعني ادم وحواء يغلطوا واحنا الغلابة الطيبين اللي ما يطلعش من بقنا العيبة، ولاد الناس نتبهدل؟ مش قادر ارد رد كنسي، لكن كل اقدر اقوله انه احنا ولاد ناس بس مش قوي برضو، احنا طيبين بس مش قوي برضو. احنا ده احنا بنعمل حاجات ادم وحواء بالنسبة لنا كي جي وان كي جي تو خطية. ده احنا ساعات بنفكر افكار كبشر، الشيطان يبصلنا بانبهار ويقول لنا يا واد يا عفريت انا دماغي ما جابتش الفكرة دي، انت فكرت فيها ازاي؟ عشان بس نجيب بالاخر، ما نقعدش نطوف القصص دي. ذنبنا ايه يا ابونا؟ انه ادم وحواء ياكلوا من الشجره واحنا اللي نتعاقب. طب ما انا وانتوا المسيح جه مات عشان، وانا وانتوا الانسان العتيق اتدفن في جرن المعموديه، وطلعنا زي حاله ادم وحواء قبل ما ياكلوا من الشجره، واظن بطلنا خطيه مش كده؟ لا ما بطلناش الحقيقه، بنعمل اخطاء وخطايا وخطايا صعبه. فارجوك افهم انه العالم والشر اللي في العالم ده مش بسبب انه ربنا عايز كده، او مش بسبب انه ربنا مختفي في أزمنة الضيق، لكنه ده بسبب الايه؟ الخطية والشر. انا بقول كده وهقول هنعمل ايه في الاخر، بس انا عايز احلل الموضوع. يبقى اول حاجة، الله بيسمح ببعض الاحداث لانه طرقه غير طرقنا وافكاره غير افكارنا. طب ادي لحضراتكم مثل كده سامحوني، يعني ايه طرقه غير؟ ده احنا بنتبهدل في الدنيا والناس ضغطها بيعلى وسكرها بيوطى، وتيجي تقول له ايه؟ ايه رايك في السماء بقى؟ يقول لك طب ما اللي نعرفه احسن ايه؟ يعني متبتين، يعني انا وانتم متبتين ومتبهدلين ومتبتين. تخيل بقى لو كانت الدنيا دي بلا مشاكل، يعني ده فيها مشاكل وضيقات وناس بتموت واحداث صعبه وناس بتجوع والمرتب ما بيكملش الشهر ومتبتين. تخيل لو ما كانتش المشاكل دي موجوده كنا هنعمل ايه؟ ما كناش عايزين نطلع طبعا. ده على الاقل لما يسد نفسنا شويه من الدنيا يبقى عندنا احساس بان الابديه دي ايه؟ مكان افضل، مكان افضل. انا بدي لحضراتكم مثل بسيط علشان ناخد الحاجه الثانيه. الله ما تحكش علينا، الله قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، والضيق ده سببه ايه؟ خطايانا، خطايانا، طبيعتنا اللي فسدت كلنا كلنا. الحاجة التالتة، الله لم يتخلى عننا، الله ما سبناش. الكتاب المقدس بيكلمنا كمسيحيين وبيقول لنا عظيم هو سر التقوى، الله ظهر فين؟ في الجسد، والكلمة صار جسدا. طب ليه؟ لأسباب كتير، عشان يشيل عننا ثمن الخطية، عشان نموت ونقوم معاه، في أسباب كتير مش موضوعنا. لكن عارفين في سبب اتكلم عنه معلمنا بولس الرسول، ايه السبب ده؟ شاور على المسيح المصلوب في فكره وقال عليه كده، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يعني المسيح اللي خد جسد ونزل على الأرض من 2023 سنة، أكتر 4 سنين أو أقل 4 سنين مش موضوعنا، هو عمل كده من ضمن أسباب أنه عمل كده أنه ما تخلاش عننا. نزل على الأرض وكان يقول يصنع خيرا، وعمل كل حاجة عشان يقول لنا أنه حاسس بينا. هو قد تألم مجربا ليقدر أن إيه؟ أن يعين المجربين. ربنا لما حمل الصليب، لما اتولد في مزود، لما اشتغل صبي نجار، لما سكن في ناصرة الجليل، لما ما كانش له أين يسند رأسه، عمل كل ده ليه؟ عشان يقول لكل واحد فينا أنا حاسس بيك. لو كان ربنا ما تجسدش وقال أنا حاسس بيك كنا نعتبرها مجاملة، كنا هنعتبرها يا رب ما أنت عارف كل حاجة، ما أنت ربنا اللي عارف كل حاجة يعني. لكن هو حاسس فعلا؟ لا، لكن إلهنا حاسس فعلا، لأنه فيما هو قد تألم مجربا
يقدر أن يعين المجربين. تعرفين السيد المسيح للمجد مرة دخل المجمع يوم سبت، والكتاب يقول دفع إليه سفر أشعياء، قالوا له خد اقرأ، زي ما بيقف الشماس كده في المنجلية ويقرأ الإنجيل، فدوله سفر إيه؟ أشعياء. سفر أشعياء سفر مليء بالنبوات عن رب المجد يسوع المسيح، مليان السفر ده، ده قبل المسيح ب 700 ل 800 سنة، لكن مليان نبوات عن المسيح. تعرفين المسيح اختار أهني نبوة؟ اختار النبوة اللي بتقول لأنه مسحني لأبشر المساكين لأعصب منكسر القلوب. وضحت؟ وضحت؟ ربنا اختار أهني نبوة لأنه مسحني، أنا ممسوح ليه؟ لأبشر مين؟ المساكين، لأعصب منكسر الايه؟ القلوب. وكأنه ربنا لما بيعلن عن ذاته بيقول أنا بتاع القلب المكسور، أنا بتاع المسكين الغلبان، أنا بتاع الفقير، أنا بتاع المتواضع، أنا بتاع اللي ظروفه صعبة، أنا جاي عشان دول. وعشان كده الكتاب يقول لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن إيه؟ يعين المجربين. يبقى أول شيء مش هنعرف، مش هنعرف، مش هنفهم، سنفهم فيما بعد. يمكن الضيقات اللي بنمر بيها أو الصلبان اللي بنتعرض لها أو التجارب تبقى سبب بركة وتزكية ليا وليكم لما نروح فين؟ في السماء. والحاجة التانية هو ما تحكش علينا، هو لنا في العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق. والحاجة التالتة هو ما تخلاش عننا، بالعكس هو قد تألم مجربا ليقدر أن إيه؟ يعين المجربين. النقطة الرابعة، مش كل حدث ومشكلة وتجربة بمر بيها معناها أن ربنا هو اللي عملها. احنا ساعات ما نعرفش نفرق ما بين مشيئة ربنا وسماح ربنا. واحد يقول لي يعني يا ابونا انت هتتفلسف؟ لا مش هتفلسف، انا اقول لكم الكتاب المقدس وابائنا القديسين قالهولنا، في فرق كبير بين مشيئة ربنا وسماح ربنا. يعني الله عمل كل شيء لاجل خلاص العالم، والكتاب يقول هكذا احب الله الايه؟ العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دي إرادة ربنا، هو يريد أن الجميع يخلصون. طب سؤال، هل الجميع هيخلصون؟ لا. ليه؟ لأن ربنا مدي حرية إرادة، وفي ناس بإرادتها الحرة هتخلص لما تقرب من ربنا، وفي ناس بإرادتها الحرة هتعاند فإيه؟ مش هتخلص. يبقى إرادة ربنا كلنا نخلص، لكن سماح ربنا إنه يدينا حرية إرادة عشان نختار بيها، عشان نتكافئ أو نتعاقب بحسب اللي نعمله. فإرادته شيء وسماحه إيه؟ أديكم مثل، أنا فاكر كويس قوي أول الكهنوت جات لي بنت، هي مش بتعترف عندي لكن قعدت معايا بتاخد رأي، بس لما قعدت معايا لقيتها مزرقة تحت عينيها في إيديها، بقول لها يا بابا إيه المنظر ده؟ قالت لي ابدا يا ابونا خطيبي عصب شويه. قلت لها عصب شويه؟ لا ده مش طبيعي. قالت لي لا لا عصب شويه. راي قدسك ايه؟ قلت لها رايي في ايه؟ في الجوازه. قلت لها يا بنتي اذا في الخطوبه بيحصل كده يبقى في الاربعين ان شاء الله خير، يبقى سواطير وسكاكين وكياس سودة، يعني اذا ابتدينا كده في الخطوبه يبقى ان شاء الله لما تتجوزوا. قالت لي بص انا كنت حاسه كده بس انا كنت عايز اسمع صوت ربنا وانا تعبت والموضوع اتكرر كذا مره، انما قصك تاخد لي. قلت لها ما باخدش القرار، بس انا عندي ثلاث احتمالات، يا تفكه يا تهدي ما تستفزهوش يا هو يروح لدكتور نفسي عشان واضح انه عصبي. يبقى عندنا كام احتمال؟ ثلاثة. انا مش عارف هي بتستفزه ولا لا، وان كان ده مش مقبول يعني حتى لو استفزته بره. بعد فتره قابلتها قالت لي بارك لي يا ابونا احنا اتصالحنا، مبروك يا بنتي. يبقى كده في احتمالين، يا ما تستفزهوش يا تروحوا لدكتور نفسي. ما انا عايز برضو البنت ما تلبسش في الحيط ولا الولد، محدش يقتل التاني. بعد شويه جات لي مزرقه في نفس الاماكن، خير يا ماما؟ انا مش قادره وانا استحملت ما فيه كفايه وخلاص على كده. ماشي يا حبيبتي، عايزه ايه يا ماما؟ قالت لي قدسك الاختيار. قلت لها التلات ما عنديش غير يا يا يا
وبعدين لقيت القصة دي اتكررت 7-8 مرات، فحسيت انها بتسليني بقى، لسه مرسوم وما كانش عندي معترفين والدنيا فاضية وعز يعني، فالظاهر شايف ابونا فاضي فايه؟ تملى وقته. قلت له بص يا بنتي انا مش فاهم، يعني انا عارف ليه عايزة تفكي دي اتفهمها، واحد عنده مخ قد كده يفهم، لكن اللي انا مش فاهمه ليه عايزة ترجعي؟ ده اللي مش فاهمه، يعني ما انت بتضربي وبتزرقي ودي 7-8 مرة وغير قبل ما تجيلك 5-6 مرات، يعني رقم مرعب يعني. ايه بقى؟ قالت لي صدقني يا ابونا لما بتحصل المشاكل دي بيبقى نفسي ما اكملش، بس ربنا بيقول لي كملي. قلت لها نعم. قالت لي ربنا بيقول لي كملي. قلت لها ربنا يسوع المسيح اللي اتصلب ده بيقول لك كملي؟ قالت لي اه. قلت لها ازاي بيقول لك كملي؟ قالت لي بيديني علامه واضحه ان انا اكمل. قلت لها طب ايه العلامه؟ قالت لي ببقى خارجه خلاص مقرره من المكتب بتاع قدسك ان انا مش هكمل، وهتصل بيه علشان ارمي الشبكه في وشه واقول له مش عايز اشوف وشك تاني. طب وايه اللي بيحصل؟ صدقني يا ابونا وما عليك عليا حلفان، في اللحظه اللي بتكلم فيها معاه، بص بقى خلي بالك من العلامه، في اللحظه اللي انا بكلمه عشان ارجع له الشبكه الاقيه بيتصل بيجيب لي ورد احمر مش ابيض، وبيبقى بيعيط وبيتحايل عليا ويجيب لي شوكولاته عشان ايه؟ ما سيبوش. قلت لها مش فاهم. قالت يا ابونا ازاي؟ ما هي واضحه ايه؟ واضحه انه ربنا بيعمل ايه؟ بيقول كملي. قلت لها فين يا بابا؟ فين العلامه؟ معلش انا امكانياتي وقدراتي ما بتفهمش، عيدي وشاوري على العلامه، يعني عيدي الكلام وليه هي دي العلامه، عشان يمكن ما بفهمش، يمكن انا ما بفهمش، اصل انا مش شايف العلامه، مش شايفها خالص. قلت ازاي يا ابونا؟ بقول له قصك في اللحظه هي دي العلامه، اللي هي بتتكلم عشان تقول له مش عايز اشوف وشك تاني، هو بيعمل ايه؟ بيتصل وبيعيط. انا اول ما حسيت ان دي العلامه قلت لها يا بنتي دي علامه من فودافون او موبينيل او هيئه الاتصالات او وي اي حاجه، دي ملهاش دعوه بربنا. انت يا بنتي بتكلمه كل يوم 100 مره ولو نايمين 8 ساعات ايه 100 على 16 يطلع كل ساعه 5-6 مرات بتتكلمه، فكل ما تكلميه يا بنتي هتلاقيه بيكلمك، وكل ما يجي يكلمك يا بنتي هتلاقيه ايه؟ بتكلميه. دي مش علامه يا بابا. اشكر ربنا ان هم فكوا، لكن السؤال بقى لو كانت كملت وضربها وعورها كانت هتقول مين اللي حطني في تجربه وقد اختفى في ازمنه الضيق؟ مين؟ مش كده؟ هيتقال ربنا هو اللي لبسني في الحيط، ما انا كنت سايبه كل حاجه في ايديه. يا سلام، احنا للدرجه دي يعني حياتنا الله بياخدها ومتواضعين ومالناش اهواء ولا، وكل فكرنا خاضع لله 100% عشان نقول حيث قاداني اسير؟ مش حقيقي الكلام، مش حقيقي. هناك مشاكل يا احبائي احنا مسؤولين عنها. جوزي عمره ما قال لي كلام حلو، ما انت لم عليك جيران وفتحها في العماره كلها، وكل ما يخش البيت كل يوم تقولي لي شوف لك صرفه في عيالك اللي ما تربوش والمصروف القليل، لدرجه العماره كلها عارفه ان العيال ما تربوش والمصروف قليل. وبعدين ارجع اقول هو مش بيحبني ليه وبيدلعني بكلام حلو؟ هو هيجي له نفس منين يا ماما؟ يجي له نفس منين؟ مراتي يا ابونا مش بتحترمني، طول الوقت تصوت فيا. ايوه حبيبي انت بتاكل عيش؟ يعني يا ابونا باكل عيش؟ يعني بتطبطب عليها؟ بتقول لها كلام حلو؟ يا ابونا قصك رايق؟ لا حضرتك اللي مش فاهم، مش انا اللي رايق. انت تستاهل اللي يجرى لك. الرجاله عايشين في زمن غربه على الارض، عايزين يكملوا بسلام، فلازم ياكل عيش. يعني ياكل عيش؟ طبطب على مراته، لا كلام حلو، يجاملها. ايوه يا ابونا انا رجل افعال لا اقوال. لا هتبقى افعال واقوال، رجولك قول شعر، قولك تسلم ايديك يا ماما، جراش حاجه، كلت اكله حتى لو مش عاجباك قوي يعني، ربنا يخليك ليه. ده مش شعر، دي كلمه فيها مجامله. يوم ما تتعصب بلاش تروح خابطها بكلام من نوع كان يوم اسود يوم اتجوزتك، ما انت هتدفع ثمن الكلمه دي طول العمر وهتفضل فاكرها لك، وكل ما تحاول تصلح انسى يا بابا. وبالتالي هي بتعمل كده عشان حضرتك ما قدمتش الايه؟ فاهمين قصدي يا احبائي؟ كل واحد فينا يراجع نفسه. هناك مشاكل هتتحل لما اقر بضعفي اقول انا اللي غلطان وانا لازم اصلح. نقطه قبل اخير عشان وقتنا، هناك مشاكل في العالم قد نكون مش مسؤولين عنها لكن محتاجين نشارك في حلها. واحد يقول لي يعني ايه؟ اه الله لا يختفي في أزمنة الضيق ولكنه قد يعمل
من خلال أشخاص من الدنيا يستخدمهم لمساعدة الأشخاص اللي في الضيق. يد الرب في ظهر عاضدية، بصوا الآية دي في المزمور، يد الرب فين؟ في ظهر عاضدية. يعني ايه؟ يعني واحد عنده تجربة، في ناس بتسنده وبتطبطب عليه، ايدين ربنا فين بقى؟ مختفية؟ لا، ده هو اللي حرك قلب الناس دي. عشان ايه؟ اقول لكم على حاجة، كان عندنا ام مرت بتجربة صعبة، ربنا يحمي. ابنها كان في تالتة اعدادي او اولى ثانوي وجاله كانسر في المخ وانتقل، ربنا يحمي الجميع. تجربة صعبة. تعرفين الست دي خدمتها ايه دلوقتي؟ بتخدم الامهات اللي مروا بالظروف دي. شوفوا صعوبة الخدمة، مختارة خدمة كده، أم ابنها أو بنتها الصغيرين راحوا السماء بتخدمه. طب ده حصل إزاي؟ إزاي الست دي بتعرف تعمل كده؟ طبعا دي عايزة عمل إلهي، بس من ضمن الحاجات اللي حسيتها إنه المسيح بيحبها رغم صعوبة التجربة، إن لقيت ناس احتووها واحتضنوها وما دفعوش عن ربنا قدامها، وكل اللي عملوه إنه قدموا لهم إيه؟ محبة. قدموا لها محبة. ساعات لما طبطب على حد محتاج الطبطبة يشعر ان ربنا بعتك ليه. ساعات لما تتصل بحد تفتقده يقولك ياه ده انا بقالي بعيد وحاسس انا محدش معبرني وربنا بعتك ليه. بنسمع الكلام ده ولا بنسمعوش؟ لكن احنا ساعات مش عايزين نقوم بالمسؤولية دي. ده انا اقول لكم على حاجة اعجب، انا وانتو في اليوم الاخير لما نقف قدام ربنا هيسألنا مجموعة من الاسئلة. اولا، ليه لما اكلت محدش اكلني؟ لما جعت محدش اكلني. ثانيا، ليه لما عطشت محدش شربني؟ ليه لما كنت مريض او مسجون محدش ايه زارني؟ طبعا احنا كبشر هنقول يا رب معقولة؟ متى رأيناك جوعانا؟ ما تقولش كده يا رب، لو شفناك جعان طبعا. فيرد ربنا يقول ايه؟ كل ما فعلتموه بأحد اخوتي الاصاغر فبي قد ايه؟ كل اعمال محبة، كل عطا، كل طبطبة، كل قدوة تقدم لكل إنسان محتاج كأنها متقدمة لمين؟ لربنا. بعض الناس ساعات تقول ليه يا رب تخلق ناس فقراء ومش لاقية تاكل؟ طب سؤال محرج، يعني أخبار عشورك إيه؟ يقولك يا ابونا يعني هو ربنا يخلق الناس فقراء ونشرب إحنا؟ ما هو برضو يعني ربنا كان ممكن يخلقهم أغنياء ويحلها. لا يا حبيبي، يبقى أنت حنين منظر، يبقى انت حنين منظر. يقول لك ليه في 6 مليار انسان غير مسيحي؟ دول هيروحوا فين وربنا يستر؟ طب كويس، الاتنين مليار المسيحي او المليار ونص او المليون، خلاص انا بختار ارقام ايه؟ مليون مسيحي من الاتنين مليار، لو قرروا يبقوا قدوه حلوه للمسيح، انا مش بقول لهم روحوا وعظوا، مش بقول لهم روحوا اكرزوا وان كان ده مش غلط، لكن بقول له بس رايح فين؟ رايح الكنيسة. جاي منين؟ جاي من الكنيسة. رايح فين؟ رايح الكورال. جاي منين؟ جاي من المؤتمر. رايح فين؟ رايح اليوم الروحي. جاي منين؟ جاي من البصخة. وأكتر واحد عامل مشاكل مع الجيران عشان الخمسين جنيه بتوع الموتور، وجايب لهم الاسم ومنكد عليهم، ولو ركنوا مكانك في العربية بتفسلهم العجل. وعند تقول ليه يا رب في ناس رفضك؟ ليه تجيب ناس يا رب غير مسيح؟ طب انت بتعمل لهم ايه بقى؟ حنين، حرك الحنين، يعني تعمل ايه؟ اخبار ايه؟ وانا اعمل ايه وانا مالي؟ لا، انت مالك، انت مالك يا حبيبي، ده مالك، دي مسؤوليتك. نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله ايه؟ يعز بنا. الله يعز بنا. ممكن وعظة تبقى نكد وفي وعظة مؤثرة. انت نوع وعظتك ايه؟ بيشوفوك يقولوا عليك ايه؟ لما بتشتغل يقولوا الشخص ده مسيحي مميز ولا مسيحي متعب؟ وعظتك شكلها ايه؟ وده سؤال مهم. اخر حاجة، اخر حاجة، ليه في ناس يا رب يمروا بمشاكل ويشعروا ان الله لم يختفي في ازمنة الضيق؟ بالعكس، طلعوا اقوى من مكان. وفي ناس تانية لا ترى الله وتشك في وجوده وتشك في محبته. بسرعة كده، في 3 فروقات. الفرق الأول، وكل واحد فينا لازم يجاوب عليه، سوري، إجابة حقيقية. يا ترى أنت في حياتك قبل ما تتعرض للمشاكل، قبل لما تتعرض للضيق، مسنود على مين؟ واحد يقول له ده سؤال يا أبونا؟ طبعا على ربنا. طب بلاش أسأل السؤال بالطريقة دي،
أسأله بطريقة تانية، يا ترى إيه اللي يطمنك أكتر؟ يبقى في جيبك شيك مكتوب فيه لا تخف لأني معك، وعد من ربنا، ولا شيك بمليون دولار؟ مليون دولار يعني اضرب في 34، ده غير السوق السود. فكر، عايزك تفكر، ايه اللي يطمنك؟ لا تخف لأني معك، ولا شيك بمليون دولار؟ لما سألت السؤال ده في اجتماع الشباب قالوا ما هو البنطلون يا ابونا فيه جيبين، قلت لهم يعني ايه؟ قال لك جيب فيه لا تخف لأني معك وتزنقها، والشيك ايه المشكلة يعني؟ لا يا حبيبي، سؤال ده ولا ده؟ اعتقد لو فكرنا نسبة كبيرة مننا هتقول ايه؟ الشيك. الانسان اللي مسنود على ربنا بيصلي وعايش مع ربنا، الانسان اللي مسنود مع ربنا ما بياخدش قرار غير لما بيسأل ربنا، الانسان اللي مسنود على ربنا هو انسان عايش مع ربنا بجد، مش بيمشي على سطر ويسيب سطر، ده انسان واخد الموضوع بجد، مسنود عليه بجد. بماذا أشبه إنسان يسمع كلامي وينفذه؟ أشبهه بإنسان بنى بيته على الصخر، سقطت الأمطار وهبت الرياح، دي المشاكل، لكن البيت إيه؟ ثبت. أنت مسنود على مين؟ لما أطفالنا وهم صغيرين ما يحبوش يأكلوا وتبقى أجسامهم رفيعة ويبقوا مسلولين كده، سوري في التعبير، تقوم تقول له يا ابني كل بقى غلبتنا، كل يا ابني، ده اللي ياكل على درسه ايه؟ اهو ربنا بيقول لنا كده، اللي يتسند عليا ينفع نفسه، اللي يعيش معايا بجد وباستمرار وباصرار لما تيجي الامطار والرياح البيت ايه؟ يثبت. يبقى اول شرط انت مسنود على مين. الشرط التاني، بتشكر ولا لا؟ احنا دايما عندنا احساس بالقلق، والناس يبقى شاعر هي ناقصه، عارفين الاحساس ده، هي ناقصه، ده بعض الاشخاص ساعات بيكتئب وبيقلق على اعتبار ما سيكون. يعني مره جه شخص قال لي مش عارف يا ابونا هاجر ولا ايه والدنيا والغلا، قلت له طب يا حبيبي انت شغال؟ اشكر ربنا. فين؟ في حته كويسه. بيدوني كذا الف، كذا 10000، يعني اضرب 10 دي في 5 6 مرات. طب يا حبيبي مراتك بتشتغل؟ كذا الف. طب يا ابني في ايه؟ قال لي مش ممكن نترفد ونقعد كلنا في البيت؟ قلت له طب ما انت ممكن وانت بتعدي العربيه تخبطك وتاخدك ونخلص، ما اي حاجه ممكن وانا قاعد دلوقتي المبنى يقع علينا كلنا. يعني ايه الفكره دي؟ انت بتكتئب على اعتبار ما سيكون؟ يعني انت بتكتئب احتياطي؟ نكد؟ عشت اتنكد؟ الحقيقه احنا محتاجين نشكر. وانا قبل حضراتكم قد تكون حياتنا 7 من 10، 7 من 10، قبل ما تتخانق مع ربنا على الثلاثه الناقصين او الاربعه الناقصين، طب على الاقل اشكر على 7 اللي موجودين، اشكر على 6 اللي موجودين، وبعدين بقى اتخانق معاه. لكن الاول اشكر. شاكرين كل حين على ايه؟ وعود ولادك يشكروا. انا هسألكوا سؤال، لما انا كنت الطفل صغير او لما حضراتكم، كانت الجيمز والالعاب هي بتاعت ولادنا دلوقتي؟ ده احنا بنبص الالعاب عيالنا دي كانها ايه؟ من الفضاء الخارجي، مش كده؟ كان زمان المسدسات الفله دي، فاكرين؟ او اللي بتعمل دوشه، اللي هو لما كان يجي لك المسدس تاخده في حضنك مش عارف تنام، بتتقلب طول الليل من كتر السعاده. ايه المسدس الاختراع ده؟ بيعمل ازاي كده والوانه وبتاع؟ دلوقتي لو وريته لحد من العيال الصغيرين ما يعبركش اصلا. ومع ذلك راضين ومبسوطين؟ مش مبسوطين. ليه؟ مفيش شكر. بابا وماما مش بيشكروا ولا بيعودوا ولادهم ايه؟ يشكروا. فاي مشكله تحصل انت فين يا رب؟ هي ناقصه؟ ليه كده؟ الحاجة التالتة والأخيرة، لما تمر بالمشكلة بتعمل إيه؟ كلنا بنتوجع، كلنا بشر، كلنا عندنا مشاعر، كلنا ممكن نتضايق، بس في واحد يجري على ربنا وفي واحد يجري من ربنا. بصوا الآباء القديسين يقولوا إيه؟ ما تقولش ليه بس اجري عليه. ما تقولش ليه؟ لأن ممكن ما نفهمش، ممكن حاجات تحصل لبعد كده، ممكن يكون خطأ مني مش حلو قوي ان انا اقعد الوم في نفسي وضميري يوجعني، لكن كل اللي تعمله ايه؟ اجري عليه، اجري عليه وقول له الحقني يا رب. قول له يا رب حاجه من الاتنين، يا تديني اللي انا عايزه وتحل المشكله، يا تقويني على اللي انت عايزه. يعني هتسمح بالمشكله؟ طب قوين، لكن يا رب ما ينفعش تسيبني، ما ينفعش تختفي في ازمنه الضيق، ما ينفعش ابقى محتاج ايديك ومحتاج معونتك وانت يا رب سايبني ومني للدنيا وافضل اخبط
واخش من مشكلة لمشكلة والموضوع يجيب لي اكتئاب ويجيب لي بعد عنك. ارجوك ما تقولش ليه، بس اعمل ايه؟ اجري عليه بالمزامير، اجري عليه بالصلاة، اجري عليه بالمطانيات، اجري عليه بانك تقعد مع اب اعترافك وتتكلم معاه في المشكلة اللي عندك. اوعى تقفل على نفسك وتبعد، اوعى تسيب الشيطان يلعب بدماغك. الوقت ده وقت بيبقى صعب وعكر، والشيطان سيد من يصطاد في الايه؟ في المية العكر. ده وقته بقى. فلو سبت نفسك لوحدك من غير ربنا ومن غير اب اعترافك ومن غير صلاة ومن غير خناق وانا افهم حاجة بقى، انا افهم حاجة، ان القلب المنكسر والمتواضع يحصل معه ايه؟ لا يرزله الله، لا يرزله الله. اللي هيروح ربنا بمطانيات وصلاة الله عمره ما هيكسفه، هيكلمه وهيوضح له هو عايز ايه. يبقى فيه ثلاث فروقات. اولا انت مسنود على مين؟ علاقتك بربنا في العموم شكلها ايه؟ موسمية، مرتبطة بالظروف، مرتبطة بأسابيع الألام، مرتبطة بالاجتماع، مرتبطة بالخدمة، ولا في علاقة منتظمة وبنحاول فيها باستمرار؟ ثانيا بتشكر ولا لا؟ شاكرين كل حين على كل شيء. ثالثا وأخيرا، يا ترى لما بتحصل المشكلة بتجري عليه ولا بتجري منه؟ ده سؤال أنا وحضراتكم محتاجين نجاوب عليه. ربنا يديني وديكم نعمة نحن نشوف إيديه في حياتنا طول الوقت وبالذات في وقت المشاكل، ويخلينا تحت إيديه ويخلينا حاسين بعمله في حياتنا علشان في الآخر نتسند عليه ونكمل أيام غربتنا بسلام. ربنا يدينا وديكوا نعمة نتسند عليه ونثق فيه لإلهنا المجد دائما أبديا أمين. لو ربنا إرادته هتتنفذ، ليه بنصلي؟ احنا قلنا لما بنصلي بيحصل حاجة من الاتنين، يا بيدينا اللي احنا عايزينه يا بيقوينا ايه على اللي هو عايزه. ففي جميع الأحوال هتبقى راضي ومبسوط. يعني فاهمين قصدي؟ يعني انت النهارده حتى لو مريت بتجربه زي بولس الرسول لما مر بتجارب صحيه وطلب من ربنا كذا مره، وبعدين ربنا رد عليه وقال له تكفيك ايه؟ نعمتي. بولس الرسول قال لك انا فهمت ومبسوط كده عشان يعني ربنا يسندني ويقويني. قبل قبل، فانت هتبقى راضي وقابل. ده شغل ربنا في قلب الانسان. عند كثره همومي في داخلي ايه؟ تعزياتك. يعني في هموم، في مشاكل، لكن في القلب جوه في ايه؟ ده بنشوفه بعينينا يا جماعه. احنا ياما شفنا ناس بعينينا متعرضه لتجارب صعبه جدا وتروح تعزيها تلاقي هي اللي بتعزيك، لا يا ابونا ما تقلقش وربنا مش سايبني. وفي ناس تانية مع اي مشكله تلاقيه ايه؟ منهار ومتذمر. ايه ده؟ في واحد اتسند على ربنا وفي واحد ما اتسندش. في أسئلة من النوع اللي أنا بعتبرها أسئلة فخ. يعني إيه أسئلة فخ؟ يعني السؤال بيقول إذا كان الزوج بعيد عن زوجته وإنها اتأكدت من خيانته تنفصل عنه ولا لأ؟ يعني تخيل إن أنا أقول في المايك انفصلي عنه؟ حبيبتي اقعدي مع أب اعترافي، خدي رأيه. لأنه زي ما قلت لك جايز يكون الكلام محتاج مراجعة، أنا مش بشكك في كلامي. لكن ارجعي خدي إرشاد أب. الأسئلة دي ما أقدرش أجاوبها عام. كل واحد وعلى حسب حال، عندها أولاد هيتشردوا ولا لا؟ طب هي لو انفصلت ظروفها ايه؟ وهل فعلا متاكده من خيانه جوزها ولا الكلام ده ايه؟ في اسئله كتير، فما اقدرش اجاوب السؤال ده لانه الحقيقه هو محتاج يدرس لوحده. ليه الشيطان كان موجود في الجنه؟ ده سؤالين. اولا ليه الشيطان كان موجود؟ راجع اشعياء 14 حزقيال 28. الشيطان ده كان رئيس ملائكه وكان في جبل الرب وكان لي وضع ولي مكانة، وحورب حروب ذات كبرياء. قال أنا هجيب كراسي وأضعها فوق كواكب العلي، يعني عايز يسوي نفسه بمين؟ بربنا. حرب كبرياء، وبالتالي هو ما تواجدش علشان ربنا خلاه شيطان، لا ده هو بسبب خطية الكبرياء صدق أنه يقدر يبقى زيه زي ربنا، الحقيقة بقى شيطان. ففقد رتبته، ولكن هو عنده إمكانيات، عنده قدرات، وعنده ملائكة سقطوا معاه. فالشيطان مش الله اللي أوجده، ده خطية الكبرياء هي اللي خضع له وأوجدته. ليه بقى موجود في الجنة؟ ده سؤال مهم. ليه موجود في الجنة؟ لأنه في الحقيقة آدم وحواء عشان يتكافئوا وعلشان ينجحوا كان لازم يختبروا،
كان لازم يختاروا، وعشان يختاروا لازم يختاروا بين حاجتين عكس بعض. يختار يعني، هل ينفع واحد مثلا معزوم عندي اقول له يا ترى تحب فاكهه ايه، بطيخ ولا بطيخ؟ يبص لي كده يقول لي ايه اللي بتقوله ده حضرتك، يعني ايه بطيخ ولا بطيخ؟ هاخد بطيخ، هو ده اختيار يعني؟ مفيش اختيار. لكن ادم كان لازم يختار بين الخير وايه والشر، فكان لازم الشيطان زي ما ربنا علم ادم ودلع ادم واهتم بادم وكافئ ادم، كان لازم يطلب من ادم انه ايه، انه يعمل عليه في الاختيار. انت مكرم وليك وضع، لكن بسبب حرية ارادتك هتختار، فتختار يبقى لازم يكون في حاجتين يختار بينهم. فاذا كان الخير كان متاح في الجنة يبقى كان لازم ايه، شجرة معرفة الخير والشر والشيطان. يبقى وجود الشيطان مش بسبب ربنا، وجود الشيطان لانه اخطأ، كان رئيس ملائكة واخطأ. ولكن هو ليه اتحط في الجنة او ليه تعامل مع ادم وحواء؟ لانه كان لازم يتعرض عليهم الخطيه زي ما اتعرضت عليهم الايه، المكافاه، والا هيكافئ على ايه؟ هيفضل في الجنه ويبقى. خلي بالكوا الله اصله مراحمه واسعه لكنه عادل. احنا طبعا نحب ربنا اللي مراحمه واسعه، لكن مش عايزينه ايه، ما تدقهاش بقى. لا، الغريبه بنشتغل بمزاجنا. يعني انا لو بحب حد عايز ربنا يطول باله عليه حتى لو اخطا. طب لو زعلان من حد، يا رب خده، يا رب ولع فيه، يا رب اسخطه قرد، صح؟ مش كده؟ نبقى عايزين كده، صح ولا ايه؟ يقول لك ربنا ده على قلبه مراوح، سامحوني في التعبيرات يعني، بقالنا فترة بنشتكي فلان اللي ظالمنا وربنا ايه؟ نشكر ربنا انه ربنا مش بيشتغل بطريقتنا يعني مش بيسمعنا، مش مركز معانا في الحتة دي، لكن هو عنده الصلاح اللي هو العدل، وعنده ايه؟ الرحم. فهو رحوم ودلع آدم وحواء وسكنهم في الجنة وجهز لهم الخليقة وخلاهم تاج الخليقة، دي الرحمة. لكن كان لازم يبقى فيه ايه؟ العدل. فزي ما الشيطان اختار وزي ما الملائكة اختارت، كان لازم الانسان ايه؟ يختار. وإلا كان هيتقال له اشمعنا دول ما اختاروش، اشمعنا احنا اخترنا ودول ما اختاروش؟ فمين قصدي؟ ده تبع عدل ربنا وصلاح ربنا. حتة ان انا بتكلم مع ربنا بعصبية وبقول له ليه بتعمل كده، ما ده موضوعنا بقى النهاردة. عشان كده بقول قبل ما تكلمه في وقت المشكلة بتشكره ولا لا؟ لو بتشكره مش هتكلمه بعصبية. لو انت في الاساس مسنود عليه هتبقى حاسس بعمله في حياتك، فمش هيبقى احساسك هي ناقصة. عشان كده احنا قلنا في كام نقطة مهمة، ثلاثة: بتشكر، مسنود عليه، لما تتضايق بتروح له تعمل معه علاقة حتى لو اتخانقت معه. نلاحظ نجاح الأشرار والإنسان اللي بيعيش بالوصية دائما متألم. الإنسان اللي بيعيش بالوصية دائما متألم، لأنه المسيح قال لنا كده، قال لنا إنه إذا عملوا كده بالعود الرطب اللي هو المسيح فهيعملوا بينا إيه؟ ما هم مش قابلين. خلي بالكوا إحنا عايشين في عالم وضع فين؟ في الشرير. يعني مين رئيس العالم؟ الشيطان. طب عايزه يقبلك إزاي؟ يعني احنا في منطقته يقبلك ازاي؟ انا راضي ذمتك، احنا ربنا اعطانا السلطان عليه وادانا النصر عليه وادانا ان احنا نهرب من ايديه، تفتكر هيفرح بيك؟ تفتكر هيبقى سعيد؟ بس انا عايز اطمنك بقى، مش بس اللي بيمشي بالوصيه، حتى اللي بعيد عن ربنا ما هو بيتبهدل يعني اللي بعيد عن ربنا برضه بيتبهدل. بلاش نحكم بسطحيه انه اللي بعيد عن ربنا قاعد مبسوط وبيشرب مخدرات ودماغه احسن ما يمكن، كلام مش حقيقي طبعا. العالم كله بيعاني، هو الحروب اللي في العالم والكورونا والمجاعات موتت بس العايشين مع ربنا ولا موتت كل الناس؟ خلي بالكوا الضيقات والتجارب والشر ده بيطول كل الناس، لكن ولاد ربنا ممكن يتعرضوا بسبب ايمانهم لمشاكل زياده. لكن الكتاب يقول انه حيثما كثرت الخطيه ازدادت الايه؟ النعمه. في عمل ربنا، ما تقلقوش، لما بنتسند عليه ربنا بيقوي. ازاي اتعامل مع بنات اعدادي وثانوي واولاد اعدادي وثانوي؟ ده موضوع محاضره. انا كنت مبسوط ان انا معاكم النهارده، كل سنه وانتم